مشاهدي قناة محمدية بريس، أهلا وسهلا بكم. كيف ما وعدناكم في الإعلان اللي درنا لهذه السيدة اللي دايرة اليوم افتتاح محل التنقيف وبيع وكراء الملابس التقليدية، اليوم كانت واجدوا عندها في حفل افتتاح. غنشوفوا أجمل ما كاين في الملابس التقليدية عندها، أيضا كدير التنقيف، عندها كاع المستلزمات ديال التنقيف من عمارية من الجلسة، عندها كل شيء. فغنخليكم واحد الجولة في المحل عندها ورجعوا معكم. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا، هذا هو المحل ديال بيلا كافتون بيلا بلوم، المحل اللي كيتوفر على اجدد ما كاين في الملابس التقليديه واخر صيحات ديال الموضه في الملابس التقليديه. كيف ما كتشوفوا هو محل يتابع لكافتون ديامون جولد اللي كاين في السعاده، هذا المحل الثاني ديالهم بعد نجاح المحل الاول. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، جميع انواع الملابس التقليديه الجديده اللي غتحتاجوها في المناسبات ديالكم، سواء اعراس او ختنه او اسبوع او اي مناسبه مغربيه غتلقاو عندهم. ايضا العريسات اللي كيوجدوا الحفل الزواج ديالهم عندهم التنقيف، عندهم لي روب سواري، عندهم لي زاكسيسوار ديال العرس كيف ما كتشوفوا، الجلسه ديال الحنة وديال العروسه. اذا كل شيء متوفر في محل كافتون بيلا بلوم. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا معنا المسيره ديال المحل اللي غتبغي تقول كلمه للزبناء اللي غيبغيو يجيو يشوفوا المحل. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كافتون بيلا بلوم، مرحبا بكم. كاينين اسمنه جد مناسبه وكاينين ملابس تقليديه على جميع الاذواق، الكبار والصغار والتنقيف وكل شيء كاين. مرحبا بكم، نتمنى من أن الله يعجبكم هذا الشيء، وان شاء الله مرحبا بالجميع معنا. شكرا شكرا. اذا تحكي لنا على الاثمنه بالنسبه للعرائس واش هي مناسبه؟ كاينين اثمنه جد مناسبه، كاينين اثمنه في متناول زعما لجميع الطبقات. وبالنسبه للكراء كاينين اثمنه على حسب، كاينين اثمنه على حسب طبقات اللي شويه متوسطه وكاينين الراقيه، ويمكنين جميع الاذواق ان شاء الله، لي غوب كل شيء كاين. اذا عطينا العنوان بالضبط الناس اللي بغيو يزوروكم. العنوان شارع الرياض، الرياض قرب لابيل في ديال رشيديه. اذا مشاهدينا العنوان ديالهم هو شارع الرياض تحت الرومبا اللي كاينه في رشيديه وبالقرب من كارفور. خليكم مع بعض المشاهد ورجعوا لكم. معنا ايضا احد الزبونات اللي جات وبغيو نعرفوا الراي ديالها في الحويجات اللي عندها. السلام عليكم. تبارك الله عليها، عندها حويجات زوينين نقايا، ثمن مناسب، حاجه رائعه زعما ما كاينش في السوق بزاف، ديما كتجيب الجديد. صراحه عندها ارفع ما يكون وثمن مناسب، وكتعامل مع كليان زوين صراحه، الله يعطيها الصحه. حنا كليان ديالها من قديم زعما صراحة الله، ديما الجديد الجديد الجديد. بالنسبة للأثمنة كي جاو؟ لا لا، ثمن مناسب، ثمن مناسب وحاجة زوينة، واخا الثمن ما كيستاهلش هاد التكاشط، ولكن هي دائما كتمشي مع الثمن ديال الكليانات ديالها. يعني كتحاول تهبط الثمن أقصى حد باش. كنشكروك على كلامك. بارك الله فيك، الله يخليك، الله يكمل بالخير. شكرا.
مشاهدينا بعد قليل فتاة اللي غدير ديفيلي لبعض الملابس اللي متواجدين هنا في محل كافتون بيلا بلوم. خليكم معنا. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا هذا نموذج من لباس تقليدي اللي عندهم في المحل. طبعا كاين بزاف ديال الأشكال وأنواع، هذا فقط نموذج واحد اللي لابسه المانكا. أتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لعائشة اللي كتسول ابتداء من مدى الأثمنة، هو بصراحة الأثمنة جد مناسبة، وإن شاء الله نتمنى أنك تجي وتشوفي وتعرفي الأثمنة ويقولوها لكم هما. طبعا اذا نذكركم مشاهدينا ان في هذا المحل كاين بيع وكراء الملابس التقليديه، لي غوب سواري، لي زاكسيسوار، التنقيف، العماريه وكل مستلزمات التنقيف. بالنسبه للسلع اللي عندهم في المحل هي من التصميم والخياطه ديالهم. الرقم ديالهم هو 06 69 69 43. اسم المحل هو بيلا بلوم كافتون، تابع الكافتون ديامون جولد، والأثمنة عندهم صراحة جد مناسبة. نتمنى أنكم تزورهم باش تكتشفوا كل جديد اللي عندهم. إذا مشاهدينا كنتم معنا في هاد الافتتاح ديال كافتون بيلا بلوم، نتمنى أنكم تزورهم في القريب العاجل، وإلى اللقاء.